بسم الله، نتحدث اليوم عن أصول الكلمات وأصول بعض الأسماء. ففي المقدمة أقول: كانت جزيرة العرب مروجا خضراء، وكانت أجواءها مطيرة، وبها ما يربو عن 100,000 بحيرة. نعم، 100,000 بحيرة كانت في جزيرة العرب، كانت دائمة الخضراء، والأنهار الدافقة تجري على أرضها، والجداول الهادرة أفضل من الريف السويسري وأفضل من الريف النمساوي. وكانت أرض العرب وفيرة الدواب وكثيرة الحيوانات. سأضع روابط علمية تتحدث عن التاريخ الجيولوجي لجزيرة العرب في أسفل التعليقات. فسكنها الإنسان الأول واستقر بها، ولكن في لحظة فارقة من عمر الكوكب الأزرق تغير المناخ بجزيرة العرب، فخرج الإنسان الأول مهاجرا منها بعدما أصابها القحط والجفاف، وأصبحت مجموعة من الكثبان الرملية تمتد عبر جزيرة العرب بدلا من الحشائش الخضراء الجميلة. فهاجر الإنسان إلى المراعي الخضراء وإلى الأنهار العذبة في أطراف جزيرة العرب في اليمن والشام ومصر والعراق وغيرهم من البلاد التي تحيط بجزيرة العرب. وفي رحلة الخروج خرج الإنسان وفي رحلة الخروج من منبعه ومصدره حمل معه اللغة العربية، فتوارثتها الأجيال في حواضرها الجديدة، وظلت كلماتها باقية خالدة في جميع اللغات وعلى امتداد كل الحضارات. اليوم سنناقش في مجموعة من الحلقات أصول بعض الكلمات وأصول بعض الأسماء، ونردها إلى العربية التي أعتبرها هي أصل كل اللغات، فنرفع عن تلك الكلمات وعن تلك الأسماء العجمة وما طرأ عليها من تغيير. سأبدأ ببعض الأسماء من باب التخفيف والتيسير. الاسم الأول مارك. مارك اسم عربي؟ لا أقول أن مارك اسم عربي، لكن سأحكي لكم قصة اسم مارك. مارك اسم منتشر في القارة الأمريكية والأوروبية، وهو اختصار من ماركس، زي الشهير كارل ماركس مؤسس الماركسية. وماركس أصله الآرامي في بلاد الشام أيام المسيح عليه السلام. أصله الآرامي مرقس، يكتب بالسين ويكتب بالصاد. ومرقس كان اسما عربيا فصيحا في بلاد العرب، نعم، ليس في بلاد الشام أو فلسطين فحسب، بل اسما عربيا. أصل مرقس العربي هو، احذر، نعم، أصل مرقس العربي هو امرؤ القيس. وامرؤ القيس يعني رجل البأس أو رجل الشدة. القيس من معاني القيس الشدة والجوع والذكر، كما ذكر صاحب العباب الزاخر: فلو أنك صادفت رجلا يدعى مارك وقلت له أن اسمك القديم امرؤ القيس، لربما تعصر لسانه عن النطق بامرؤ القيس طبعا. والاسم الثاني من الأسماء توم. توم اسم منتشر بين الأوروبيين وبين المسيحيين، وهو اختصار توم، اختصار من توماس. وتوماس كذلك كان في بلاد الشام على عهد المسيح عليه السلام، وهو اسم آرامي ولكن أصله مصري قديم. توماس أصله مصري قديم من اسم أحد الملوك المصريين، كان يدعى تحتمس. تحتمس وتحتمس اسم مركب من صدر وعجز، فالصدر تحوت أو دحية، وتحوت أو دحية هو اسم مشتق من الدحو. الدحو يعني ينبش الأرض بقدمه، يعني يقصدون به الطائر المعروف بأبي كردان. عارفين طائر أبو كردان؟ نعم، هذا في اللغة المصرية القديمة اسمه دحية أو تحوت. والعجز لهذه الكلمة كلمة تحتمس، مس أي ابن أو ولد أو فتى أو ما أو شابه من المعاني. فمعنى الاسم تحتمس أي ابن تحوت أو ابن دحية، وقد انتقل هذا الاسم للعربية فصار دحامس أي الشجاع يعني. وربما سمى العرب طائر أبي كردان بهذا الاسم كردان، لأن المعبود تحوت كان يتجسد في صورة كرد، والله أعلى وأعلم. فعندما ترى توم أو توماس فقل له إن اسمك عندنا
ابن أبي إردان، ابن أبي كردان، أو والد أبي كردان، هذا من باب المزاح. الاسم السادس جيمي أو جيم. جيمي أو جيم هو اختصار لجيمس، هو اسم مشهور في ملوك الإنجليز واسمه منتشر في القارة الأوروبية جيمس، وأصله مصري من اسم الملك أحمس يحمس، وممكن تنطق أحمس أو يحمس. فكانوا يبدلون الياء أو الألف في أول الكلام بالجيم. ويحمس هو قاهر الهكسوس البطل المصري المعروف، وهو يعني في اللغة المصرية القديمة ابن القمر أو ابن الهلال. فهو مركب كذلك من كلمتين، الكلمة الأولى جاح وهي عربي وعربيته ألاح أو يعني بدأ، ويقصدون به الهلال أو القمر، وموس أو موسى تعني ابن أو ولد، فيكون المعنى ابن القمر أو ابن الهلال. وقد تسمى بهذا الاسم أناس من العرب، وبني أحمس بطن من ضويعة، وأحمس لقب قريش وكنانة وجديلة. وهكذا فأصل كلمة أو أصل اسم جيم وجيمي الأعجمية أصلها يحمس وأحمس المصرية، وتعني ابن الهلال أو ابن القمر. المعروف أن أسماء الأنبياء عليهم السلام، حتى أسماء الأنبياء يختلف نطقهم في اللغات غير العربية، فتجد يوسف تحولت إلى جوزيف واختصرت إلى جو. فتخيل أنك تقول بالإنجليزية مثلا، أحد يلقي درس بالإنجليزية فيقول جوزيف عليه السلام أو جو عليه السلام. كما تحول اسم يعقوب عليه السلام، والذي يعني العاقب، تحول في اللغات الغير العربية إلى جاكوب، ثم اختصر إلى جاك أو جاكي. وهكذا داود عليه السلام تحول إلى ديفيد، وهكذا نبي الله يحيى أصبح اسمه معروفا عند اليهود والمسيحيين بيوحنا، ثم تحول يوحنا عند الأوروبيين إلى جون. كما سبق في درس فرعون قلنا أن أصل كلمة بارون أصلها من كلمة فرعون، يمكن الرجوع إلى مجموعة حلقات فرعون. وأختم اليوم حتى لو أطيل عليكم، وأختم سوف نتحدث عن اسم آخر وهو اسم ليو أو ليون، مثل البابا المسيحي المدعو ليو العاشر، هو من البابوات المشهورين. فمعنى اسمه ليو أو ليون معنى اسمه الأسد. وفي جميع اللغات الأوروبية الهولندية والألمانية والإنجليزية والرومانية واللاتينية والإيطالية والسويدية وحتى اللغات حتى اللغة اليابانية، تجد أن كلمة ليو وليون هو النطق السائد في هذه اللغات، ليو أو ليون. من أين اشتق في العربية هذا الاسم؟ الاسم مأخوذ من اللغة العربية ومن اللغة المصرية القديمة. فالأسد في اللغة المصرية يدعى لئي، لئي، وربما كان لئي لئي. وهذه الصيغة التي كتب بها في اللغة المصرية القديمة لام وهناك ساقط وياء، لام وياء، وإذا أضفنا ساقط ربما تصبح لئي، لئيا أو لؤي، يصح فيها أن تكون لؤي، قاموس والاسبج صفحة 419. ولأي وتصغيرها لؤي هي من الأسماء المصرية، ولؤي ما اسمه المشهور في اللغة العربية، ومنه أخذ ليو وليون وما شابه. وفي العربية تعني عفوا في المصرية تعني الأسد، وفي المصرية وفي اللغة المصرية القديمة اللئي هو الأسد أو لؤي هو الأسد. وفي اللغة العربية اسم لؤي اسم منتشر. واليونان عندما كانوا في مصر كان هناك مدينة اسمها مدينة الأسد باللغة المصرية القديمة، سموها هم ليونتوبوليس. وكما قلت لكم أن الأسد في اللغة المصرية نقش الأسد يكافئ حرف اللام ويكافئ حرف الراء في اللغة المصرية. وهناك خلط يعني في اللغة المصرية القديمة هناك خلط بين حرف اللام والراء، فنفس النقش يستخدم في اللغة المصرية للام ونفس النقش يستخدم للراء. شكرا لكم، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.